هو ده اللي بيحصل داخل النادي الاهلي دائما. هناك تيسير لاعضاء الجمعيه العموميه زي ما حضراتكم سمعتوا، هيبقى في رحلات هيتم طرحها على اعضاء الجمعيه العموميه خلال بكره او بعده بالكثير خلال الايام القادمه قبل طبعا يوم السبت القادم. ايضا هيبقى في تذاكر موحده 10,000 تذكره تقريبا، 6,151 تذكره خلصوا، ثمن التذكره 10 جنيه. الناس بتيسر الحقيقه على قد ما تقدر علشان حضراتكم تبقوا موجودين، مش عشان حاجه، ده حقكم بالمناسبه يعني، ده حقكم. والناس بتحاول، مجلس الاداره والقائمين على العمل التنفيذي في النادي بيحاولوا قد ايه ان هم تكونوا حضراتكم موجودين في هذه المباراه، لانه في الاول وفي الاخر دائما جمهور النادي الاهلي هو المحرك الاساسي. وانا مش بقول الكلام ده استعطافا، لا دي حقيقه يا جماعه. جمهور النادي الاهلي هو اساس. انا حسيت بالموضوع ده، انا شفت الموضوع ده، شفت قد ايه الجمهور بيبقى له تاثير ايجابي جدا 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 على اللعيبه. انا في انا وغيري وغيري وغيري، في ناس كتيره جدا كانت بتبقى مصابه في الملعب وبتلعب وهي مصابه عشان خاطر الجمهور. يعني خلاص فاضل 5 دقايق ولا حاجه، كمل ال5 دقايق دول واكسب المباراه، ما عندكش مشكله ان انت تبقى في. ما بيحصلش في اي حته غير في النادي الاهلي فقط، وعشان خاطر جمهور النادي الاهلي. صدقوني في اوروبا الواحد لما بيحس باي حاجه، وطبعا ده صح، لكن لما بيحس باي حاجه بيطلع على طول. لكن جمهور النادي الاهلي بيخلي اللعيب ما عندوش اي مشكله ان هو مثلا عنده لا قدر الله عنده حاجه في الخلفيه ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فعشان كده بقول لحضراتكم الناس كلها حريصه، كل المسؤولين في النادي الاهلي حريصين على ان حضراتكم تكونوا متواجدين في الاستاد، ال20,000 زي او ال15,000 الساعه الرسميه للجمهور، وبقيه ال5,000 زي ما العميد محمد مرجان قال هيبقوا من اعضاء الجمعيه العموميه ومن اكاديميات النادي اللي في اسكندريه بقياده الكابتن خالد بيبو. وبالتالي قد يصل العدد الى 20,000، ولكن العدد الرسمي 15,000، عشان بس ما حدش يقول لنا ان انتوا قلتوا 20، لا هو العدد الرسمي 15,000 تم طرحهم على السيستم زي ما حضراتكم سمعتوا من العميد محمد مرجان. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، كل التوفيق للمسؤولين خلال الفتره القادمه لتنظيم هذه المباراه الهامه جدا واللي كل الناس مستنياها الحقيقه. كل الناس، كل الاهلاويه مستنيين هذه المباراه. وزي ما قلت لحضراتكم، بس عشان كان في اخر كلامي، ان الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الاداره في مداخله في كلام في الميديا